مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا عدد من الأجزاء في الموضوع لعدد كبير من المغاربة متبعينه، موضوع يتعلق بشعيب ملكران. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأستاذ نبيه الشهب محامي بهيئة الدار البيضاء، هو ينوب الزوجة الثانية والأبناء ديالها. مشاهدينا الكرام، خطوات إيجابية ومهمة في الموضوع تقدم بها الأستاذ في الإطار القانوني بطبيعة الحال في موضوع النزاع لشيئا ما له شقين، شق اجتماعي وإنساني، من أجل أنهم يشوفوا الأب ديالهم، والشق القانوني يميل شيئا والمال بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع الأستاذ كيفاش شاف الملف وفي الإطار القانوني ديالو. أستاذي شكرا لك أنك استجبتي للطلب ديالنا لتنور رأي العام أكثر في الموضوع، موضوع قضية رأي عام تبعينه الناس. كيفاش شفتي هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم على التجاوب ديالكم على هذه النازلة اللي هي نعتبروه ملف اجتماعي إنساني وقانوني. بالنسبة لي أنا هذا الملف بعد ما كلفوني الناس جاو عندي للمكتب وكلفوني باش نقوم لهم بإجراءات قانونية لضمان لهم جميع الحقوق ديالهم، وماشي حقوق مشتركة لجميع الأبناء ديال الحاج شعيب. دابا باش نوضحوا الرأي العام، لا نتحدث عن ورثة، نتحدث عن أبناء الحاج شعيب وزوجاته. بعد ما كلفوني خذيت الوقت الكافي صراحة، أنا بالي ملف عنده أبعاد قانونية. خذيت الوقت الكافي، من بعد اتصلت بأحد الأبناء اللي ينوب عن جميع الإخوة بالحضور للمكتب المحامي، لأن هما كثار ما يمكنش غادي نستقبلوهم كاملين في المكتب. كيجي عندي واحد منهم كيتواصل معايا. بعد ما خذيت الوقت الكافي ديالي قمت بالإجراءات القانونية. هذا الملف له شقين، هناك الشق المدني وهناك الشق الجنحي. أنا عبد الله من قولتي، أنا باعتباري كدفاع، والدفاع هو الذي يعمل على توجيه وتقديم استشارة للزبون ديالو واتخاذ المسلك القانوني الصحيح والسليم. جابوا لي مجموعة ديال الوثائق، بعد الدراسة خذيت القرار وتواصلت معهم وشرحت لهم وفسرت لهم وعطوني الموافقة باش نباشر الإجراءات ديالي. كانوا هناك بعدا من أجل التذكير بداية الوقائع، الحاج شعيب تقدم الزوجة الثالثة، لا داعي لذكر الأسماء، وأبناؤها بدعوى التحجير في مواجهته. بعد الأبناء ديال الزوجة الثانية اللي جاوا عندي وكلفوني باش نوب، هما غادي يتدخلوا إراديا في الدعوة، لأن هما ما كانوش دخلهم في الدعوة ديال التحجير، غادي يتدخلوا إراديا. من يتدخلوا إراديا، أنا ديك الساعة مازال مثلا نوش في الملف، غير كنعطي نبذة على الملف. دخلوا إراديا، المحكمة الابتدائية الشيماعية بالدار البيضاء أصدرت حكم القضاء بالتحجير على السيد الحاج بوشعيب جيبي، خبرة قضائية التي حددت تاريخ إصابته بمرض الزهايمر أو مرض الخرف كما يعرفه الأطباء. بعد استصدار الحكم الابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة ومن طرف جميع الأطراف بما فيهم موكلي. الطعن ديال النيابة العامة والطعن ديال جميع الأطراف وطعن قانوني وصحيح وسليم، لأن المحكمة الابتدائية أغفلت. إحنا الحمد لله قاع كنخطئوا، قاع كنوقع لنا إغفال تجاوز، أغفلت فيما يخص تاريخ إصابة المرض بالزهايمر، لأن التاريخ اللي حدو السيد الخبير في التقرير ديالو مخالف لما بمنطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بأن السيد بوشعيب متقي ومصاب بمرض الزهايمر من تاريخ. تم الطعن فيه بالاستئناف، قضت محكمة الاستئناف بالتأييد مع التعديل، يعني ممكن نقولوا التأييد مع التعديل، يعني الحكم الابتدائي عدل في شق واحد هو تاريخ إصابة بالزهايمر. بناء على الاستئناف ديال النيابة العامة والاستئناف الأطراف، قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مع تعديل فيما يخص تاريخ إصابة مرض الزهايمر. هذا من جانب. الجانب الثاني كيتبين بأن الحاج شعيب بعد ما أصيب بمرض الزهايمر أصبح يبرم عقود، مي كنتكلموا إبرام عقد، يعني خاص الإنسان تكون متوفرة في شروط الأهلية، ومي كنتكلموا على الأهلية كنتكلموا على التمييز والإدراك حسب التعريف القانوني. أبرم مجموعة من العقود أثناء سريان مسطرة التحجير وبعد صدور الحكم الابتدائي وبعد صدور القرار الاستئنافي والعقود تبرم. من سنة تقريبا أو سنة؟
وعقود مبرمه من 2018 لغايه 2021. الظرفيه كان هو عند الزوجه الثالثه. طب انا اللي عرفته من بدايه التكليف ديال الملف كان عند الزوجه الثالثه. هذا من جانب. الجانب الثاني او الجانب الثالث، قدمت بدعوى بطلان جميع العقود التي ابرمها السيد وشعيب باعتباري فاقد الاهليه والتمييز والادراك. الملفات لا زالت رائجه امام المحكمه لاعتبار واحد، هو ان الملف الذي قضى او القرار الاستئنافي القاضي بالتحجير تم الطعن فيه بالنقد من مجموعه من الاطراف النازله. الملفات المدنيه لا زالت رائجه امام القضاء. تقدمت بدعوى ديال البطلان هذه جميع العقود التي، والمحكمه هي التي لها الصلاحيه في اصدار احكام بالبطلان على اعتبار ابرم عقود وهو فاقد الاهليه والتمييز والادراك. هذا من جانب. اذا كان ممكن استاذ، فهمت معك مجموعه من النقط باش الراي العام يستوعب معنا، نبسطوا شيئا ما في النقاش. هذا البطلان اللي شرفتي عليه في الاطار القانوني في ممتلكات ديال بوشعيب، لكن ممكن تحدد معنا شنو مكيران فيلات شنو باش الراي العام يستوعب. مرحبا، انا غادي نتفضل بالجواب. بطلان هناك العقارات وهناك المنقولات. نتحدث عن العقارات، يعني هي اراضي وشقق، وان هناك ارض تم بعدما ابرم الحاج عقد هبه مع ابنه، عمل هذا الأخير على بيع العقار بمبلغ 2 مليون درهم على ما خانتني الذاكرة، وهو الملف موضوع طعن أمام المحكمة الابتدائية. الابن ديالو اللي من الزوجة الثالثة. بطبيعة الحال الابن ديالو من الزوجة الثالثة هو الذي يعمل على تفويت هذه العقود. ومن عندما نتحدث عن المنقولات نتحدث عن رخص استغلال حافلات النقل. الرجل مسك عليه الله. له أسطول من الحافلات النقل. هناك الحافلات التي هي في ملكيته، وهناك حافلات مكترات بموجب عقود. الحمد لله. هاد المكترات أستاذي إذا سمحت لي باش الرأي مستوعب معنا. هاد المكترات، هاد الحافلات اللي كرا في الظرفية اللي تغيروا من الاسم ديالو هو عقود وتحالوا الزوجة الثالثة، في هذيك الظرفية كان هو يدرك ما يفعل ولا كان في المرحلة اللي هو فاقد الأهلية؟ غادي نجاوبك الأخ الكريم. هذه الأمور الغريب في الأمر، أنا غادي نجاوبك لأن السؤال. السي بوشعيب كان يعمل على فسخ عقود استغلال رخص الحافلات، وتعمل زوجته الثالثة على إعادة إبرامها به صفة شخصية، وأن هذه العقود التي عمل الحاج بوشعيب على فسخها بتاريخ قضاءات المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالتحجير على السيد بوشعيب فاقد الأهلية والإدراك والتمييز. هذا من جانب. الجانب الثاني، هناك كما في بداية اللقاء كاين هناك شق جنحي، الملف لازال رائجا أمام السيد قاضي التحقيق. استصدرنا حكم على المحكمة الابتدائية الاجتماعية قضت بصلة الرحم، لأن هاد الناس ما كيقدروش يشوفوا تباهم، والقانون يخولوا لزيارة الفروع الأصول. هما يا مش تخوف ديالهم، لانهم ناس ذو مستوى فكري عالي، صراحه مستوى فكري عالي، لا يرغبون في النزاعات والشنآن والفوضى وكذا وكذا. مسائل قانونيه، استصدرنا حكم. قضت المحكمه الابتدائيه مشكوره بصله رحم بوالديهم كل يوم احد من الساعه 10 صباحا الى الساعه 6 مساء. تم احنا وستتكلم على الابناء ديال الزوجه الثانيه عن صله الرحم. تم فتح التنفيذ في الحكم الذي قضى بصلة الرحم ابناء الزوجة الثانية وابنائها لزيارة والديهم. معك النقطة قلت من اجل تنوير الرأي العام، عندما نستصدر احكام نعمل على تبليغها او تنفيذها. تبليغها اذا لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل، وتنفيذها اذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل. الحكم كان مشمولا بالنفاذ المعجل، تم فتح ملف تنفيذ. انتقل المفوض القضائي رفقة طالب الاجراء الى العين المكان بحضور طالب الإجراء، كما أن أحد أبناء طالب الإجراء
لمده ما مده سنوات ما شافوش الوالد ديالهم وعارف انه مصاب بمرض الزهايمر، ومن اجل اطمئناني على صحته وسلامته عملت على احضار طبيب مستعجلات قصد معاينه الوضع الصحي، وافاد بواسطة تقرير أن الوصفة الطبية لمرض الخرف هي وصفة دائمة، وأن المريض يجب أن يأخذ الدواء بشكل مستمر، وأن الخلاصة التي وصل إليها السيد الطبيب أفاد بأنه لا أوقف الوصفة الطبية لمرض الخرف، وأنه وضعه الصحي يستلزم العناية والتتبع بصفة دورية وبصفة دقيقة. أنا أستاذي الكريم في هاد التقرير الطبي اللي بغيت نشوف معك ندقوا فيه ما أمكن، الطبيب له الحق وهذا ما يخوله القانون، يعني شاف بأنه هاد المرض ديال الزهايمر ما بقاش كياكل الدواء، ما متبعش الأمور ديالو كما يجب. أعطينا السؤال في الفيديو السابق، أعطانا جواب بأنه الطبيب اللي اختار هذا القرار. هنا هاد العائلة اللي هي موضوع النقاش، الزوجتين ما لهمش الحق يبحثوا على طبيب آخر باش يكون واحد التكافؤ في الزاوية ديال هذا القرار. ها هو الطبيب اللي دزنا معاه البارح شنو قالنا؟ قال لك أودي هذا القرار شيئا ما غير صائب اللي اختار هذا الطبيب، أنه ما بقاش كيتناول الأدوية داك التتبع، وهو الطبيب اللي كان معاه هو مختص في كل ما يتعلق طب الشيخوخ، من المفروض قال بأنه يجب أن يكون على تتبع الطبيب ديالو بشكل مستمر، لأنه الوضع ديالو شعيب باش يتواصل مع أولاده. والدليل كذلك على هذا الكلام أنه الإبنة اللي من الأستاذ الفاضل اللي انت كتنوب عليهم اللي هي هند، ملي دخلت عند بوها البارح ما عرفهاش، تفاقم الوضع شيئا ما، وهذا التقصير كيفاش كتشوفه انت في الإطار القانوني أستاذي؟ في اطار ما هو قانوني انا غادي نعكس لك الصوره ديال 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 السؤال ديالك، وغادي نجاوبك بطريقه قانونيه خضع لخبره قضائيه بواسطه حكم تمهيدي صدر على المحكمه الابتدائيه، وبناء عليه قادت المحكمه الابتدائيه الاجتماعيه بالتحجير على استئيده بموجب قرار الاستئناف. يعني مساله اصابه السيد مرض الزهايمر ومرض الخرف وان السيد فاقد الاهليه والادراك بواسطة خبرة قضائية، وعندما نتحدث عن خبرة قضائية نتحدث بأن الخبير الذي أنجز تقرير في المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة هو خبير محلف، وبناء على حكم تمهيدي صادر عن المحكمة وبناء على معاينته واستدعاء جميع الأطراف. ربما هذا هو الجواب اللي قلت لك غادي نعكس لك أنا الجواب. كاين خبرة قضائية هي اللي محايدة، هذا الطبيب دار القام بالمهام ديالو، انا باعتباري كمحامي ما يمكنش ندخل في الاختصاصات اللي خارج على الاطار ديالي، هو طبيب هو محلف مؤدي اليمين القانونيه عارف المهام ديالو، انجز تقرير في المهمه هذه غير معاينه حره للطبيب عملت ابنته هند من اجل الاطمئنان على الوضع الصحي للسيد. هذا السؤال الجواب اللي عطيتني أستاذ شكرا لك، جواب شيئا ما فيه ذكاء، ولكن غادي نعود نرجعوا ليه بطريقة أخرى. هذا السؤال في الكلام ديال الطبيب اللي في الفيديو تيتكلم على التحليل الطبي اللي كيشوفوها، تيقول لك في حالة إذا كان كيواظب على التتبع ديال الأدوية ديالو في مرض الشيخوخة تتكون الشيخوخة ضئيلة شيئا ما، غادي يكون يدرك وليداته يبدا يعرف، يقدر مرة يسهى ويتلف وما يعقلش ولا يتذكر شي حاجة قديمة، ولكن ما كتكونش قوية. هاد الظرفية ديال 3 سنوات اللي تكلم عليها الطبيب اللي ما تتعالج ما كيداوى بناء على قرار خدا الطبيب، شحال هادي 3 سنين، وفي هذيك 3 سنين إلا لاحظتها في الوثائق اللي عندك أستاذي الفاضل داز فيها البيع وداز فيها الشراء وداز فيها أمور، والسيد فاقد الأهلية على الإطار القانوني يا أستاذي، كيفاش كتشوفوا أنت؟ الإطار القانوني راني سبق تجاوبت على هذا السؤال في بداية ديال التصريحة سي يوسف مشكور، هو أن جميع الإجراءات وجميع المساطر المفروض أننا نكرجوا القانون نعملوا بها في هذا الملف عملناها ودرناها واخذ المسار الصحيح والقانوني السليم. وعندما نتحدث بان نزيد واحد الملاحظ من اجل تنوير الراي العام، هذا السيد له
زوجتين وحده مفارقها وله مجموعه ابناء وانا انوب عن ثلاثه والسادي الاولى اللي مفارق والجوج باقي مجوج بهم فعلا انا اللي مكلف كنوب على الزوجه الثانيه وابنائها ولكن المصادر اللي نجزنا والحمد لله بواسطه ربح كبير الجامد نتحدث عن ابناء عن اطراف الدعوه عندما نتحدث عن أطراف الدعوة أنا أنوب عن 24 منهم الزوجة الثانية وأبناؤها ولكن النتائج في مصلحة الجميع هذه من أجل تنوير الرأي العام أي إجراء قانوني سليم خدمنا عملنا عليه وحقق النتيجة راه في مصلحة الجميع وخا كنوب أنا على ربعة راه الأبناء الآخرين تهم في مصلحتهم هذه من أجل تنوير الرأي العام يعني المفارقة بين التحجير والورثة الورثة تنقولوا في حالة الوفاة كما كاينش الوفاة لا زال على قيد الحياة نقولوا التحجير واش الرأي العام يستوعب لا نقول أطراف الدعوة ما التحجير هي مسطرة نقول لأنك توقفوا مجموعة من الممتلكات نتحدث عن أطراف الدعوة أنا أتحدث عن أطراف الدعوة من أجل دائما تنوير الرأي العام عندما نعمل على إنجاز مسطرة التحجير نواكبها مسطرة موازية وهي مسطرة التقديم تحجير وتقديم التقديم حسب التعريف القانوني هو الشخص الذي يتولى تسيير شؤون المحجر عليه وعندما نستصدر حكما بالتقديم نفتح له ملف لدى السيد القاضي المكلف بشؤون أحوال القاصرين ويفتح له ملف ويكون تتبع من طرف السيد القاضي والمقدم لأملاك وممتلكات السيد المحجر عليه أستاذي الفاضل كذلك قمت بواحد الإجراء تقدمت به السيد الوكيل العام من أجل أن أبو شعيب يتحال على مصحة خاصة في كشف طبي من جميع الجوانب باش تطمئنوا على الوضع ديالو أكثر كيف شفتي انت هذا الإجراء في الإطار القانوني ديالو بطبيعة الحال تقدمنا بطلب السيد الوكيل العام من أجل اتخاذ الإجراء اللازم والمناسب السيد الوكيل العام كان مشكورا خدعتنا الطلب ودار الإجراء اللي خصو يدار كان تقدم لي بجزيل الشكر السيد الوكيل العام كان مشكورا رجل بمعنى الكلمة الحمد لله نحن كلنا في أسرة قضاء محامون ودفاع وقضاة نحترم بعضنا للبعض ولنا الأهم هو الاحترام والمحافظة على العلاقة الأسرية ما بين جسم القضاء ومهنة المحاماة لأنه هو جسم واحد ونحن نعمل على الحفاظ عليها بداية عندما التحقنا بمهنة المحاماة أفادنا السادة النقباء منهم من توفي رحمه الله ومنهم لازال يمارس بين مهنة القضاء بين مهنة المحاماة هي جسم من هيئة القضائية ويلزم الحفاظ عليها بالاحترام الواجب حسب ما هو منصوص عليه في القانون المنظم المهنة والقسم الذي يؤديه المحامي هذا هو الأصل عندنا في هذه المهنة وهي أسرة الكريمة ديال القضاء والمحاماة هي أسرة واحدة كنحافظوا عليها الحمد لله ومن هذا المنبر كنتقدم لك أنت كذلك بجزيل الشكر اللي عملتي على تنوير الرأي العام فيما يخص مصادر لأن هناك مجموعة من الناس مصابين بأمراض ولهم ممتلكات ولهم ولا يعلمون ما هو الإجراء الواجب اتخاذه أستاذي شكرا لك أعطيتنا مجموعة من المعطيات في الملف وكنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك بطبيعة الحال لأن الشعار ديالكم هو تحقيق العدالة الله يوفقك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا أستاذ نبيه كان واضح معنا تناول معنا الموضوع وكذلك الهدف الأسمى في الموضوع اللي شارك معنا فيه هو تنوير الرأي العام والإفادة لأن هذه القصة في حد ذاتها هي قصة للعبرة مشاهدينا الكرام ملف بوشعيب مول الكرام ملف فيه نقاش إشكاليات كبرى أمور كتعلق بما هو جنحي أمور كتعلق بما هو مدني الأستاذ اللي كيدافع بطبيعة الحال على الزوجة الثانية والأبناء ديالها قام بالإجراءات القانونية باش يتم الحد لمجموعة من سلوكيات اللي شيئا ما تتكون موضوع النقاش مشاهدينا الكرام نحن تتبع لدي ملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية من جميع الجوانب مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم